المدام السلام بتاعته. عليكم، عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه من 4 سنوات ولحد دلوقتي ما حصلش حمل. ان شاء الله يحدث عن قريب، ايه المشكله؟ المشكله انا دلوقتي يعني في دكاتره بيقولوا ان انا عندي يعني في موضوع تكيسات، بس في دكاتره بيقولوا ان هم يعني مش هتمنع الحمل، وفي دكاتره بيقولوا لا لازم تعملوا منظار. يعني اخر دكتور قلت له قال لي لازم تعملوا منظار عشان نعمل سقوط في المبايض. اسمه تثقيب في المبيض، اسمه تثقيب، تثقيب. ايوه. بس انا دكتور الدواء الحمد لله منتظمه، وعملت تحليل هرمونات منتظم ما عدا هرمون اللبن اللي عالي شويه. انتظام الدوره مش معناه ان الست ما عندهاش تكيس موبايل. ان الست خاسه او نحيفه مش معناه ان ما عندهاش تكيس موبايل. ان ما عندهاش اعراض تكيس الموبايل مش معناه ان ما عندهاش تكيس الموبايل. يعني المرض قد يجي والست الدوره ما بتجيش، او بتيجي في ميعادها، او بتاخر عده ايام، او بتقدم عده ايام، وكل دول يشخص ان عندهم تكيس موبايل. تكيس موبايل خلل هرموني، قاعده كده. اي ست تكيس موبايل لم يحدث حمل 2 سنين او اكتر، يبقى يا اما التكيس ده درجته شديده، يا اما في مشكله اخرى غير التكيس يجب اكتشافها بالمنظار. فعمل منظار في حاله حضرتك وارد، لكن قبله اعداد جيد. لو سمحتي نفذي ده.